السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم عندي في قراءة لبرج الجوزاء الشمس والقمر والطالع. هي قراءة عامة للنساء والرجال والمنفصلين والمتزوجين والعزب. أنا عندما أرى أشياء مهمة وتناديني الرسالة كانت للمتزوجين أو للعزب فأنا كنقولها، وإذا لم أرى أي شيء فلا أقول أي شيء. لذلك هي دائما قراءات هي قراءات عامة. أنا أتحدث عن برج، عن البرج يعني عن طاقته، وهي للكل. وخا ولا تنسوا أنها قراءات معممة، قد تنطبق على البعض منكم كليا أو جزئيا، وقد لا تنطبق على البعض الآخر. وخا، لكن دائما دائما هناك رسالة ستستفيدوا منها. لذلك أرجوكم استمعوا للقراءات، فأكيد أن هناك إشارة ولو صغيرة ستساعدك في حياتك. وخا، هذا الشهر ولادة القمر الجديد في برج الجوزاء، وهذا سيؤثر عليك إيجابيا عزيزي برج الجوزاء. واخا، إذا غادي نبدأ وسأتكلم عن هذا في آخر عند نهاية القراءة. واخا، غادي نديرو غادي نشوفوا ما هي قراءة برج الجوزاء، وسنأخذ نصيحتين أو رسالة من ملائكة الحب والرسالة السحرية. وأعيد، هي قراءة للرجال والنساء، للمنفصلين، للمتزوجين، للعزاب، للمطلقين، للكل. يعني عندما أرى أشياء يعني واضحة ومهمة أنا غادي نقولها. واخا، لنبدأ. بسم الله. أراك عزيزي برج الجوزاء متفائل نوعا ما، نعم متفائل، لكن هذا التفاؤل يدوم مدة قصيرة. هذا يعني متفائل، وهذا يعني هذا الكرب يعني تدوم مدة قصيرة. وخا، البعض منكم يعني البعض منكم البنات أو الرجال كذلك، قطعتي شعرك يعني قصيت شعرك وتحس بالنشاط، ترقصين وتغنين، ربما تمارسين المشي أو الجري، لكن سرعان ما تعود يعني ما تعود للحزن والبكاء، يعني مرة هكا ومرة هكا. واخا، واصل واصل. البعض منكم سيقوم بالاشتراك في مباراة للدخول إلى معهد عالي أو معهد جامعي أو شيء من هذا القبيل. هذا ما تقوله هذا الكارت. واخا، واصل. البعض منكم يعني أرى حمل، يعني هناك يعني هناك أمنية يعني أمنية حمل، يعني كنتم تنتظرون الحمل. واخا، وهذا ما أرى يعني حمل، بعد انتظار طويل سيحدث حمل، يعني كارت الخصوبة. نعم، لمن ليس لديه حبيب، لمن ليس لديه حبيب سيتعرف على إنسان، على شخص طاقته ترابية أو مائية، يعني عذراء جدي أو ثور أو سرطان حوت أو عقرب. واخا، هذا إنسان جاد. أنا أتكلم عن من ليس لديه حبيب وليس مرتبط. واخا، هذا إنسان جاد، وستتعرف عليه في يوم جميل، سماء زرقاء، عيونه عينه يعني لون العيون عسلية، وكإشارة سماوية سترى طائر يحلق في السماء. واخا، أرى كذلك إخوة يتنازعون على الميراث، مؤسف جدا، إخوة يتنازعون يعني شجار قوي على الإرث والميراث. للأسف الشديد القمامة الدنيوية أصبحت أهم من رباط الأخوة في هذا العالم المادي والسطحي والاستهلاك. الله يستر يا ربي الحبيب، الله يستر، الله يستر. عزيزي برج الجوزاء، هذا الشهر أنت تحت تأثير كذلك برج كوكب الزهرة، فينوس. واخا، وهذا يعني النجاح المادي والرزق. واخا، بالنسبة للمنفصلين، الله، بالنسبة للمنفصلين هذا يعني سيتصل بك الحبيب،
أول رسالة، سيتصل بك الحبيب. هو ندمان بزاف، الآن يريد الاستقرار. الآن أنت طاقتك هي الغضب، الحب والغضب والحزن. واخا أنت طاقتك الحزن، الغضب، غضب شديد، لكن هذا الإنسان سيتصل بك ونواياه حسنة هذه المرة، يعني يريد الاستقرار. و نعم، كارت الانتظار. أنت عزيزي طاقتك هي الحزن والغضب، وسيتصل بك هذا الحبيب وقريبا. هذا ما تقول، هذا الرسالة، هذه كارت الرسالة، يعني ستتصل، ربما سيتصل بك هاتفيا أو عبر الواتساب. والعودة، عودة الحبيب، يعني سيتصل، لكن أنت وسيطلب منك الغفران، لكن أنت يعني الغضب، طاقتك هي الغضب والحزن، حزن وغضب شديد. لذلك فكر قبل أن تتكلم، فخير الكلام ما قل ودل. يعني أرى أنك بغيت تنفجر، يعني بغيت ترتق، يعني أنت تريد عندما سيأتي الحبيب، أنت بغيت تكب عليه كل شيء، كل شيء، يعني داك الشيء اللي بداخلك. أنا دابا نسيت حتى اللهجة المغربية. المهم، بغيت تكب عليه قلبك. بماذا؟ يعني أشياء سلبية بزاف، هناك غضب شديد، واخا، وبغيت يعني تريد تفريغ كل ما بداخلك، كل الألم، أنت تريد أن تجعله يحس بنفس الألم الذي أحسست به أنت خلال الانفصال. لذلك قبل أن تتفوه بكلام جارح، من الأفضل الصمت، فالحب أقوى وأجمل من الغضب. نعم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. وأنت تحب هذا الإنسان، لذلك لا داعي، صافي، إذا عاد يعني هذا قرارك، تريد أن تسامحه، لكن لا داعي للكلام الجارح، فهو كذلك يعني حتى هو عاش مرحلة حزن، لذلك عاد. نعم، لأنه ندم، ندمان، واخا. بالنسبة ل نسيت هذا الحبيب الذي يعود، طاقته نارية أو ترابية من جديد، واخا، نارية أو ترابية. والآن سأتكلم عن ولادة القمر الجديد في برج الجوزاء، وكيف سيؤثر عليك في هذا الشهر. طبعا سيؤثر عليك إيجابيا، لكن ماذا عليك أن تفعل؟ شنو خصك دير؟ وصمت لي، استمعوا إلي، واخا. عندما تستيقظ في الصباح ابدأ بكلمات إيجابية، هذا ضروري ومهم جدا. يعني أول كلمة الحمد لله، أول كلمة، أولا ابتسم، لأنك يعني نطي فقتي، نعم، لأنك استيقظت، لأنك ما زلت حيا، فالنوم ربما يعني النوم، الموت هو نوم يعني لا نستيقظ منه. لذلك أشكر الله لأنك استيقظت، لأنك نطي من النعاس، يعني باقي حي. ويعني ولا يجب أن نكون يعني عجوز لكي نفكر في هذه الأشياء، لا، يعني ما خصناش نكونوا يعني حتى نشرفوا عاد نفكروا في الموت وهذه الأشياء، لا. نعم نحن شباب، لكن نحن نعرف أن يعني مهم، لا أريد أن أتكلم عن أشياء سلبية، لكن لنشكر الله لأننا أحياء، يعني مهما كان عمرنا، صغار ولا كبار، لا يهم، ماشي حتى نستنى حتى نشرفوا عاد نفكروا في الله، عاد نفكروا أننا يعني ربما سنرحل قريبا، لا لا، لابد أن نشكر الخالق لأننا ما زلنا على يعني نعيش، ما زلنا نعيش في هذه الحياة الجميلة. لذلك عندما تستيقظ ابدأ بكلمة الحمد لله، لأنني استيقظت، لأنني حي، مهما كان عمرك، مهما كان عمرك.
15، 50 سنة، 90 سنة، 100 سنة، 100 سنة، واخا؟ ابدأ بكلمات إيجابية، الله يخليك، الحمد لله، شكرا يا رب، أشكرك، وكذلك شكرا لهذا الملك الجميل الذي يزين سمائي. الشمس، أنا كنحمق على الشمس، كنحمق على الشمس لأني أشتاق للشمس. أنا لا أعيش في المغرب، لأنكم تسألونني إيمان هل في أين كت أي فين عايشة. أنا ما عايشش أنا عايشة خارج المغرب حبيبتي. وأنا الشمس يعني كنشتاق للشمس في هذه، يعني هنايا في هذا البلاد كنشتاق للشمس، وعندما أرى الشمس كنفرح بزاف. طبعا في المغرب ليست لدينا هذه المشكلة، لذلك أنا أشتاق للشمس، والآن أقدر الشمس وأعرف ما هي قيمة الشمس. عندما كنشوف الشمس كنفرح، يا ربي شحال كنفرح، تتعطيني واحد الطاقة ما يمكنكمش تخيلوها، كنولي بحال بنيته صغيرة من الفرحة ديالي. أنا غادي نبكي عاود تاني. لنواصل. أتمنى أن تكونوا يعني فهمتوني، فأنا أتكلم باللهجة، لأن البعض منكم يقول تكلمي اللهجة فقط، لكن طبعا ليس فقط يشاهدونني ويستمعون إلي ناس من الجزائر ومن المغرب، الناس من يعني بلدان عربية أخرى، العراق، من مصر، وأنا أحييكم وأسلم عليكم، واخا، من لبنان، من تونس، من ليبيا إلى آخره، واخا. إذن لا، عندما نستيقظ لا يجب أن نفكر في الأشياء السلبية. لا تفكر في الديون، عندي الدين، أو في البطالة، ليس لدي عمل، ليس لدي حبيب، حبيبي رحل، أو الطلاق، أو سلبيات. لا، مهما كانت الوضعية خلي الأشياء، خليها، معليش، لأننا ماذا يعني، واش غادي نغير شي حاجة بهذا التفكير السلبي؟ طبعا لا، الحياة تستمر مهما كانت الوضعية، ونحن نرسم الحياة، نرسم الواقع الذي نريده. وإذا كنت غير تنوض، الله ما عنديش في يد الدين، ما عنديش، ليس لدي عمل، الثلاجة فارغة، بلا بلا، وكلام سلبي، كلام سلبي، تركني الحبيب، لا يحبني الحبيب، وهذه الأشياء السلبية، ماذا سيحدث؟ أنت تجلب المزيد والمزيد. زدني عشقا، نحن نغني زدني سلبيات يا حياة، زديني سلبيات يا حياة. نعم، هذه هي الحقيقة، هذا هو القانون السماوي، وأنت ترسم المزيد من السلبيات بسبب أفكارك السلبية. وأنت ماذا ترسم؟ ماذا سيكون لديك؟ حياة سوداء ومظلمة. لذلك هذه السلبيات برا، out. فالأمطار، الأمطار الإيجابية، أمطار السعادة والفرح والرزق والحب، تسقط من سمائك أنت، سمائك العقلية والروحية. قم أنت بخلق واقعك عزيزي الذي تتمناه. نعم، يعني لكن بإحساس قوي، يعني بالتفكير وبالإحساس القوي، يعني الإيمان بأنها حقيقة وستصير حقيقة. نعم، وشيء آخر، ما تنساوش بأن الأشياء الوضعية يعني لديها تاريخ صلاحية، يعني تنتهي، كل شيء كيتقاضى في هذه الدنيا، يعني الأشياء القبيحة يعني لديها مدة صلاحية، ستنتهي يوما ما، يعني لن تعيش هكذا مدى الحياة. إذا كنت في وضعية حزينة أو وضعية صعبة أو طلاق أو مهما كانت وضعية صعبة سوداء، يعني ستنتهي. وماذا تعني النهاية؟ بداية. وكيف ستكون هذه البداية؟ جميلة، بداية للأفضل، فهي فقط تجارب، أعيد تجارب نتعلم منها لنكبر، للنمو الروحاني، للنمو الذاتي، للأفضل، التغيير للأفضل، ليس للأسوأ أبدا. فأنا أقرأ تعليقات، أكره الحب، أكره كذا. إذا كنت تكره الحب فلن يكون لديك حب في حياتك أبدا، يعني أنت ترسم ما هو سلبي وستجلب ما هو سلبي، يعني سهل، سهل، ما يخليكم، سهل جدا. و
الأشياء كما كنت أقول لن تبقى يعني دائما في نفس الوضعية، تتغير الأشياء للأفضل دائما دائما، والحياة تستمر بحال الواد الماء يسيل ويتغير، يعني ليس نفس، وهكذا يجب أن نكون نحن كذلك بحال الواد، يعني الماء مهما كانت هناك عواقب، يعني في الواد هناك أحجار لكن الماء تسيل، يعني لا تبالي للعواقب، وهكذا خصنا نكون نحن كذلك هكذا، يعني أن نرى الأشياء لا كيفاش كنقولوا، يعني ما نوقفوش عند الحواجز، لا نحن نواصل المشي، نواصل في الطريق مهما كانت العواقب مهما كانت الصعوبات، الله يخليكم واخا. مهم أنا آسفة على العربية ديالي، عربيتي العربية ديالي مكسرة، أنا آسفة، فقلت لكم أني لغتي الأم ليست العربية، نعم. مهم سأتكلم عن هذا في إن شاء الله في يوم آخر واخا. كنت من لكم الخير، لكن قلبي نعم قلبي عربي ومسلم. كنت من لكم الخير، الله يحفظكم، الله يحفظكم لي، الله يحميكم، وكنتمنى تحقق كل امنياتكم، الله يخليكم، غير كونوا شويه ايجابيين وضحكوا، ضحكوا بزاف، الابتسامه والضحك سيتون ثيرابي، هو علاج، سيتون ثيرابي تري 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 بون اي فورت، واخا هو علاج للروح. مهم صافي كملنا، فانا اليوم تكلمت يعني بزاف، كنشكركم بزاف، كنحبكم بزاف من كل قلبي، من كل قلبي، شكرا على التعليقات ديالكم، كنبغيكم، الى اللقاء. انا اسفه حبيبات ديالي، نسيت ما قريتش النصيحه، رساله الملائكه والنصيحه السحريه، عقلي طار، انا اسفه، ام سوري. بسم الله، الثقة، هذه الوضعية تحتاج لأن يعني للإيمان، أن تثق في كل ما يحدث، والإيمان يعني الإيمان بالله. حياتك العاطفية في مستوى أعلى، قد يكون هناك خطوبة، يعني خطوبة واستقرار، هذا الكارت، وهنا تصالح، يعني تقول إنسان من الماضي سيعود إلى حياتك. النصيحة السحرية تقول عمل جديد، عمل جديد، يعني هذه كارت المرحلة إيجابية فيما يخص يعني الجانب المهني والمادي، هذا كارت النجاح فيما يخص العمل، واخا. والآن نعم دابا غادي نودعكم، سامحوني أنا آسفة. المهم كنتمنى لكم الخير.